السلام عليكم ومرحبا بكم في برنامج عائله ضد عائله. اشنو عائله ضد عائله؟ عائله ضد عائله هو جوج ديال العائلات، كل وحده كتكون من ربعه ديال المتسابقين، غادي يدوزوا من ربعه ديال التحديات. ثلاثه كيكونوا هنا داخل البلاطو، وحده خارج البلاطو اللي كنسميوها التحدي المجنون ديال البروفيسور، كتكون شويه صعب من التحديات الاخرين. جوج ديال المسابقات الثقافيه، اسئله واجوبه. المطلوب من المتسابقين انهم يجمعوا اكبر عدد ديال النقاط باش يفوزوا بالجوائز. ودابا غادي نستقبلوا مول هيلالا كامله، هو اللي داير هادشي كله، هو اذكى رجل في العالم وكنسميوه اينشتاين المغرب. ليديز اند جنتلمان، ميدام زيمسيو، سيداتي وسادتي، مستر البروفيسور. كي داير السي البروفيسور؟ انت لاباس عليك؟ كلشي مزيان؟ كلشي بخير سيدي اسماعيل؟ سيدي كي داك؟ الله يحفظك. لاباس؟ الله يبارك فيك. بخير؟ كلشي مزيان؟ كلشي مزيان. وجد لينا شي حاجه جديده، شي تحديات جديده، شي مسابقات؟ كاين الخير، كاين الهبال وكاين الحماق. يا سلام. اييه تبارك الله عليك. كنتي باغي تقول لي شي حاجه؟ لا. اييه تفضل. بغيت غير نقول لك كي جاتني التشويكه واعره، ولكن كيبان لي الوسط راه ما كاين والو. كاينه التشويكه في الجن. لا مود جديده ديال لي بروفيسور. اييه تبارك الله عليك، تبارك الله. اصفقوا على البروفيسور الله يخليكم. ودابا غادي نشوفوا العائلات اللي مشاركين معنا في المسابقات. نشوفوا العائله الاولى. قبلي حليمة فارسي. قبلي محمد. أنا حمزة. باش مع الأسرة ديالي باش نعاونهم في جميع المسابقات، وإن شاء الله هو اللي باش نساعدهم في كامل المسابقات باش نحقق الفوز. نساعد العائلة ديالي في جميع المسابقات سواء الثقافية أو الرياضية. عندي مع الرياضة، وجي باش نعاون عائلتي في جميع المسابقات الرياضية. نتمنى التوفيق لعائلتي. كيدير لاباس عليكم؟ نتوما مزيان؟ بخير. مستعدين؟ الحمد لله ان شاء الله. عرفني بنفسك وبالعائله ديالك. قبلي محمد، الزوجه فارسي حليمه، قبلي حمزه، قبلي ايه. مرحبا، مرحبا بك. بارك الله فيك، بارك الله. سي محمد. سي محمد، انا عرفت درت التحريات ديالي وقالوا لي بلي راه انت كتسوق الطاكسي، بغيت نسولك واحد السؤال حيت محيرني هذا السؤال. تفضل. بعض المرات كنعيطوا للطاكسي تنقولوا ليه وقف، ما كيوقفش، كيتم غادي. علاش؟ هو راه خاوي. طبيعه الحال، طبيعه الحال هو خارج يخدم، ما يمكنش هذا الشيء اللي ما يوقفش لك. هذا غير الحاله الوحيده اللي كتكون، ربما كيكون كمل الوقت ديال الوقت ديالو ديال الخدمه، لان الطاكسي ما عندوش شي قانون مضبوط اللي غادي يدير ليه الوقت ولا حاجه، كيكون الشيفور مع الشيفور، كل واحد الوقت اللي كيسالي معاه. تقدر انت الوقت اللي كتكون كتعيط ليه كيكون هو عنده التزام بانه غيدخل في حاله، ولا انه غادي كيتبدل ولا شي حاجه، هذا هو المشكل. اما هو مادام خارج يخدم الا هادشي اللي غادي يهزك. انت كديرها؟ لا لا، الا في حاله واحده ربما ملي كيكون هو خارج من لومبوتياج ديال المدينه، وتقدر انت الكليان كيكون كيبغي يهزو في هذا الاتجاه اللي خارج من المدينه وكيبغي يردو للمدينه. والطاكسي سائق طاكسي كيكون ملزوم ب 500 درهم يوميا، خصو يحط 300 درهم ديال الوسيطه و200 درهم ديال المازوط، سيرتو المازوط زاد هاد الايامات الزيادات. سي محمد كيسال صفيقات الله يخليكم. اسمح لي الا قاطعتك، كمل. وقول الناس يعذروا مول الطاكسي مادام عنده هاد الالتزامات، عذروه شويه. راه عنده 12 ساعه اللي كيخدم في النهار بدون توقف، ربما يقدر ما يتغداش، يقدر يتغدى، وخصو يوفر ديك 500 درهم. لو ما وفرهاش غادي غير الطوموبيل والمازو خارج على داكشي اللي غيدير لوليداتو. واخا سيدي تبارك الله عليك. سيدي اسماعيل. سيدي حيد شويه، حيد شويه. انا معاك خويا. البرونسي؟ لا. فين؟ أناسي. ديني ديني. مرحبا. ديني مرحبا. دابا غادي نمشيو نشوفوا العائلة الثانية. الاسم ديالي فاتحة، جيت من مدينة برشيد. اسم فاتحة. أنا مستعيد محمد من مدينة برشيد. اسمي أسامة، عندي 11 عام. عيطت لهم وشاركت والحمد لله ساعفني الحظ، وجيت باش نساعد العائلة ديالي، وكنتمنى نعاونهم وكنتمنى نكون من الفائزين ونتحدى العائلة الثانية. كنتمنى توفيق الجميع إن شاء الله.
كيدير لاباس عليكم؟ الحمد لله. نتوما بخير؟ كلشي مزيان؟ اللهم لك الحمد. عارفين بنفسك وبالناس اللي معاك. فاتحة اسم محمد فاتحة أسامة. مرحبا مرحبا. قولي لي انا عرفت بلي راه انت ماشي من مدينه الدار البيضاء، انت من برشيد ولكن ما ساكناش برشيد. فين ساكنه؟ طنجه. كي دايره طنجه؟ مزيان لاباس عليها؟ مزيانه كلشي مزيان. الحمد لله. كيفاش عرفتي البرنامج؟ شفته في دوزام وعيطت لهم وشاركت معهم. واخا انت فاش كتدوزي في شي تحدي وكتخسري واش كتقولي خسرت ولا انا ما بغيتش نخسر ولا انا ما يمكنش هادشي، ولا كتقولي صافي الدنيا هذه ماشي مشكل؟ لا ما كيبقاش فيها الحل، المهم هي شاركت. واش انت في الحياه بحال هكا؟ واخا. اول مره غادي تدوزي في التلفازه؟ اول مره. كاين شويه الخلعه ستريس؟ شويه. بالتوفيق ان شاء الله. امين يا ربي. بارك الله عليكم. ميرسي. من بعد ما تعرفنا على العائلات بجوج دابا غادي نشوفوا التحدي الاول ديال البروفيسور، وهذا الدور ديال مستر بروفيسور. تفضل. اهلا سيدي اسماعيل واهلا بالعائلات. كنرحبوا بكم عاوتاني. شوف شربوا شي حاجه على حساب سي اسماعيل. واخا ما كاين حتى مشكل. انا لا بغيت تشربوا شي حاجه عندي غير عصير الاكسيموليفين ولا اكسوميسين. داكشي ديال لي بروفيسور. واخا سي بروفيسور، التحدي الاول ديالك شنو؟ التحدي الاول نعم سيدي، هما عندهم واحد الكارطات دي كارت وغادي يبنيو بهم اكبر هرم فيه دي زيتاج فيه طبقات وكل طبقه كتعطيك نقطه، وان شاء الله ملي تكملوا هذا الهرم ما تنساوش ديروا لاسماعيل شي بيت في السطح. اييه ندير ليه الديكور. تبارك الله عليك سي بروفيسور، كي ساد صفيقات الله يخليكم. كما قال لكم البروفيسور، التحدي الاول عندكم دقيقه و30 ثانيه باش تصوبوا لنا واحد الهرم بواسطه الكارطه اللي غادي نعطيوكم، كل ايطاج بنقطه، كل ايطاج كدير الكارطه بحال هكا. شوفوا نتوما الطريقه واش بالطول بالعرض، نتوما خصكم تلقاو السيستيم. ايطاج نقطه، ايطاج نقطه، صافي تفاهمنا. دقيقه و30 ثانيه. بالنسبه لعائله قبلي شكون اللي غادي يتكلف بهذه المهمه؟ هما جوج ديال الناس، واحد كيعاون وواحد كيصوب. شكون؟ سي محمد وحليمه. واخا سيدي مرحبا. عائلة مستعيد؟ أنا وسما. واخا مستعدين؟ مستعدين. شو نشوفوا التحدي الأول. دابا غادي ندوزو للتحدي الأول ديال البروفيسور. كما عرفتوا بلا راه خصكم تصوبوا لينا واحد الهرم بواسطة الكارطة اللي عندكم، نتوما جوج هنايا. من بعد فاش غادي ينطلق العداد دقيقة و30 ثانية، واحد منكم غادي يمشي يجيب ديك الكارطة ويجيبها، كارطة ويجيب ودا تصوب نتايا في الهرم، كل إيطاج بنقطة. صافي تفاهمنا. عائلة قبلي، عائلة مستعيد، مستعدين؟ مستعدين. غادي نشوفوا تما. مستر بروفيسور تفضل. 3 2 1 ها قلبي هات خنامية باش ياتيني الله انا با. حط عليه وحده، حط عليه وحده، حط وحده، حط وحده، حط وحده، يلا روح 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 سرعة. مازال لكم 30 ثانية، بقى 30 ثانية المتسابقين خاصهم يصوبوا لنا ذاك الهرم كل إيطاج بنقطة. واش كيظنوا بلي راه سهلة ولا صعيبة؟ ثلاثة جوج واحد، ينتهي العد، ينتهي العداد، ينتهي العداد. اجي لهنا، انتهى العداد، دقيقة و30 ثانية بطبيعة الحال.
برد عاد زلق. حيد يدك نشوف، سير حيد يدك. هب هب حيديها صافي. اوكي دابا بغيت نعرف بالنسبه لعائله قبلي، ساهل ولا صعيب التحدي هذا؟ ساهل، على الكليساج كاين في الارض. الكليساج كاين في الارض. بالنسبه لعائله مسعيد سهل مزيان. سهل، وعلاش ما درتيش بزاف بزاف؟ حتى كيزلقوا. ياك تبارك الله عليكم، كترجعوا بلايصكم الله يخليكم. دابا غادي نشوفوا النتيجه بالنسبه لعائله قبلي والعائله مستعيد. عندنا عائله قبلي نقطه واحده، عائله مستعيد نقطه واحده، يعني كاين التعادل ما بيناتكم. ودابا غادي نمشيو الى مسابقه ثقافيه، مسابقه الاسئله والاجوبه، كويز بلادي، بقوا معنا. مسابقة كويز بلادي، مسابقة ثقافية، كنطرحوا لكم أسئلة خصكم تعطيونا الأجوبة الصحيحة بطبيعة الحال، كل جواب صحيح بنقطة واحدة. غادي تظهر على أمامكم على الشاشة مواضيع اللي عندكم الحق في الاختيار، اللي عنده الحق في الاختيار هو الفائز في التحدي السابق، ولكن ملي عندنا تعادل غادي نحسب على ثلاثة من ثلاثة حتى صفر، اللي غادي يضغط الأولاني على الزر هو اللي عنده الحق في الاختيار. صافي؟ حدود حدود ثلاثة جوج واحد، اللي كيضغط الاولاني على الزر واللي عنده الحق في الاختيار وعائله قبلي. تاريخ امامكم على الشاشه، جغرافيا، تاريخ، فن، شخصيات مغربيه، عادات وتقاليد، عادات غذائيه، اختاريتوا التاريخ. واخا سيدي على بركه الله كنطرح السؤال الاولاني، اللي كيضغط على الزر واللي عنده الحق في الجواب. تسناوني نعطيكم اقتراحات، اذا ضغطوا على الزر ومازال ما عطيتش اقتراح ما كنعطيهمش، اذا ضغطت على الزر عطيتينا جواب غلط كندوز للعائله الاخرى. تفهمنا؟ اوكي، يعني إذا ضغطت على الزر تكون مأكد قبل ما نعطي اقتراح، تكون مأكد ديك الساعة يا با بروبليم. قلنا تاريخ، التاريخ. السؤال الأول يقول أي سنة عرف المغرب أول إحصاء سكاني؟ واش سنة 1960 1990 ولا 2004؟ اللي كيضغط الأولاني على الزر وعائلة مستعيد، تفضلوا. سعيد 1990. 1990 الجوال غلط. عائلة قبلي قالت لكم 1960 2004. 1960 الجواب صحيح. ما هو الاسم التاريخي لمدينة مكناس؟ العاصمة الإسماعيلية. عائلة قبلي ضغطوا على الزر قبل ما نكمل. العاصمة الإسماعيلية صحيح. مسيو بروفيسور، العاصمة الإسماعيلية، تفضل. إوا اسمع سيدي إسماعيل، تفضل. العاصمة الإسماعيلية تسمات هكذا حيت كانت في الولاية ديال الحكم ديال المولى إسماعيل في 1692. عاد نقل العاصمة من مراكش نقلها لمكناس. أنا اللي عجبني في هذا الشيء هو الإسماعيلية، الاسم. بارك الله عليك سي بروفيسور، شكرا لهذه المعلومة. السؤال رقم ثلاثة في مادة التاريخ وسؤال الأخير، ما الاسم الذي حملته مدينة الصويرة قديما؟ عائلة قبلي باقي ما عطاتش اقتراحات ولكن هم مأكدين من الجواب ديالهم، والجواب ديالهم هو موغادور. صح. كنتوا عارفين الجواب، كنتوا عارفين الجواب، يمكن داك الشيء غير بالضغط. ياك واخا سيدي، دابا غادي ندوزو لعائلة مستعيد، تفضلوا لكم الحق في الاختيار الموضوع اللي حبيتو. قالت لينا جغرافيا، فن، شخصيات مغربية، عادات وتقاليد، عادات غذائية، كتختاروا؟ عادات وتقاليد. كيقول السؤال الأول، شنو هي الحاجة اللي مبدية بالسين والسين ولدات أمو مع الصباح وفي وسط النهار ربى جناح والعشية طار وراح؟ واش السبيب، السوق، ولا السهرة؟ اللي كيضغط الأولاني على الزر هو عائلة مستعيد. السوق. السوق صحيح. الضغط على الله ولا عارفينها؟ لا عارفينها. بارك الله عليكم. سؤال رقم اثنان، شنو هي الحاجة اللي كتكون من جوج بنات مصافات، وحدة مسكينة تاكل الحديد ووحدة تاكل اللي بغات؟ واش الميزان، المرشم؟ عائلة قبلي ضغطوا على الزر. الميزان صحيح.
يقول المثل المغربي الغنم مزيان بولادها والغابه بعوادها. عائلة قبلي هما اللي تبقى تسير الاولانيين بعوادها. صحيح. كانت بعوادها بروادها بعنابها. اوكي تفضلوا عائلة قبلي. جغرافيا. جغرافيا اوكي جغرافيا. حاولوا ما تحطيش يديكم على البزور الله يخليكم على الضغط. خلينا نشوف شكون اللي كيضغط الاولاني على الدير باش تكونوا مأكدين ما نضيعوا حتى شي واحد. اوكي يقول السؤال الاول في مادة الجغرافيا: نهر أبي رقراق ينبع من جبل ميتزورغان في إقليم كان ميتزورغان الخميسات سطات ولا في تادلة؟ اللي كيضغط الأولاني على الزر وعائلة مستعد تفضلوا. تادلة. تادلة الجواب غلط. الخميسات. الخميسات. عائلة قبلي. الخميسات. صحيح. جبل تيدغين هو أعلى جبل في سلسلة جبال الأطلس الكبير، الأطلس المتوسط ولا جبال الريف؟ الأولاني كيضغطوا على الزر هما مستعد تفضلوا. الريف. لا صافي اجي خصينا نجاوبوها. بلاتي لا خليها بلاصه بقى انت بلاصتك تفهموا شويه عليكم. عندنا الأطلس قالوا هما جبال الريف ياك. الجواب صحيح. دابا قول لي اش غادي نقولوا انت عودتي جبل عودي السؤال من الاول الله يعطيك الصحه اسماعيل. جبل تيدغين هو اعلى جبل في سلسله جبال واش الاطلس الكبير الاطلس المتوسط وجبال الريف؟ قالت هي جبال الريف وكانت غادي تاخذ مطرح. انا سمعت إملين. واخا بروفيسور تفضل اخويا. جبال الريف. اي نعم سيدي هو جبل تيدغين. عرفتي شحال الطول ديالو؟ ها 2465 متر. وكاين سيدي في منطقة كتامة. وبلاتي عرفتي شحال فيه من شبر؟ شنو مسالي نبدا نعبر لك الجبل بالشبر؟ دخل سوق كاع. صفوا عليه الله يخليك. بروفيسور كي يا سلام الروح الرياضية فير بلاي تبارك الله عليك جادور عليك. مغارة وين تمدوين كتوجد بمدينة أكادير شنو معناها؟ واش هي مغارة البحيرات الخمس؟ البحيرات الست؟ ولا مغارة البحيرات السبع؟ عائلة مستعيد. هي اللي شطحها خويا. ست. أنت تمازير ياك؟ مساكين؟ لاباس الحمد لله. الجيج. الجيجة. أنا الوقت. الحمد لله يا نتلك. الحمد لله. قلتي أنت الست ياك؟ الجواب غلط. يا ودي فين تمازير؟ تفضلوا عائلة قبلي. باقي سبعة ولا خمسة؟ الخمس ولا السبع؟ خمسة وصف. الجواب غلط. سبعة. اوكي دوزوا لعائلة مستعد انتم اللي عندكم الحق في الاختيار في الموضوع الأخير. عادات غذائية ولا فن؟ ولا شخصيات مغربية؟ لا تاكم شي فاش ناخذ عادات غذائيه. عادات غذائيه. عادات غذائيه. عرفتي راك تمأكد جوج ديال العيال ضروري من غير وحده وياه ها هي راه حاطها والله الا حاطها. عادات غذائيه يقولوا سؤال الاول: باتاز. باتاز هو كسكسو الذي اساسه الاساس ديالو هو الذرة. عائلة مستعد هما اللي ضغطوا الاولانيين على الزر والجواب ديالهم هو الذرة. صحيح. الدردة وكلة معروفة في المطبخ المراكشي أساسها واش الخبز والقطاني؟ هما اللي ضغطوا الأولاني على الزر وما سريعين. عائلة مساعد تفضلوا. خبز والقطاني. الجواب صحيح. أشنا هي المريمية بالدارجة المغربية؟ المريمية شنا هي؟ واش هي فليو فليو السالمية ولا ما كملت؟ عائلة مستعيد السالمية كتقولوا. الجواب صحيح. سالينا من مسابقة كويز بلادي دابا غادي نشوفوا شنو هما النتائج. عائلة مستعيد خمسة ديال النقاط. عائلة قبلي ستة ديال النقاط. المزيد من تحدية البروفيسور من بعد الفاصل.
رجعنا من الفاصل الاشهاري لتحدي جديد من تحديات البروفيسور، تحدي رقم 2. غادي نعرفوا شنو هو. تفضل سي البروفيسور، ولينا شنو هو التحدي. الله يخليك. اييه نعم سيدي. التحدي الثاني، عندكم واحد الصوره في الشاشه، هذيك الصوره غتبان لكم، غادي يجي واحد في العائله غادي يعطي الشاشه بالظهر، وواحد اخر غادي يجي قدامه غيحاول يوصف ليه داكشي اللي كاين في الصوره. اييه فهمنا سي البروفيسور، يعني بطريقه الميم كما قال لكم البروفيسور. أيه. واحد غادي يكون واقف هنا عاطي بظهره وما كيشوفش الشاشه اش فيها، والشاشه كيدوزوا عليها التصاور، كيدوزوا فيها التصاور وداكشي، وهذاك اللي امام الشاشه تيدير ليه بالحركات، ما خصوش يحرك فمه ولا يقول بش ولا والو، غير بالحركات يقول ليه. ولكن السيد اللي من هنا اللي عاطي بظهره خاصو يغوت، يبقى يعطيك الاقتراحات، هادي ورده قرده فرعه بجا، فهمتي صافي. اوكي، ولكن كيفاش غادي نديروا دابا؟ شكون اللي غادي نبداو به؟ هو اللي فائز في المسابقه اللي فاتت، يعني عائله قبلي غادي نبداو بكم، باش عائله مستعد ما يشوفوش لما تصور، غادي نطلب منهم يغادروا تحت التصفيقات ديال الجمهور. الله يخليك. وحنا غادي نمشيو مع التحدي ديال الميم وعائله قبلي، بقاو معنا. دابا غادي ندوزو للتحدي الثاني واللي هو عباره على الميم. غادي نبداو بعائله قبلي. هناك ايه والسي محمد، المطلوب من ايه انها توصل الميساج غير بيديها، ما تحركيش فمك، ماشي زعما ديري يكون سبع ولا طياره ولا ديري طياره بحال هكا، لا غير بالحركات، وانت خصنا نسمعوا الصوت ديالك حتى نقول لك صحيح، عاد كل واحد كيرجع بلاصتو عاوتاني اخرى، صافي كتقلبوا صافي ان شاء الله. انت بقى تعطي في الاقتراحات ان شاء الله، تنقول صحيح عاد تقلبوا. مستعدين؟ مستعد. سي البروفيسور تفضل. 3 2 1 انا با. لا لا لا، 3 شجرة. اشني هو 1 ولا 2 ولا 3؟ بولا. شجرة. كرموز. ايام الاسبوع. شنو هذه؟ ورده. صحيح. ساعه. صحيح. جري، واحد كيجري. العود. صحيح. العود. صحيح. البحر. لابيسين. الفلوكة. باطو. باطو صحيح. بغيت تشوف هادي. فر. ما تديرش أصوات. حمامة. نسير. طيب. دجاجة. 2 1 ينتهي العداد. برافو عليكم، برافو، رجعوا لبلايصكم، تبارك الله عليكم، برافو. برافو. واش صعيب ياك؟ صعيب باش توصل الميساج ولا باش تفهم؟ أول مرة باش تفهم، باش صعيب باش توصل. باش توصل بجوج. صعيب باش توصل. برافو برافو تبارك الله. ما مترينينش على كون علمتونا بكري. نقولوا لكم حنا. دابا غادي ندوزوا لعائلة مستعيد، بقاو معنا. ودابا جات نوبة عائلة مستعيد. فتحة وفتحة مستعدين؟ مستعدين. فتحة أنت عاطية بالظهر، خاصك بصوت مرتفع تقولي لينا، ولكن بقيت تعطي في الاقتراحات. فتحة ما تنسيش الله يخليك، ما الفم ديالك والو ما يتحركش غير بالحركات، غير نقول صحيح تقلبوا، هذا مشي ديك البلاصة وهذا البلاصة. صافي مستعدين؟ أوكي. سي البروفيسور تفضل. 3 2 1 هاكاك الفراشة. شجرة. نخلة. ورده.
صحيح. شنو خبزة؟ لا شنو هكا؟ حر. أعطي اقتراحات. ساعة. صحيح. ديري بيدك. ثلاثين ثانية مازال. حمار. عاود. صحيح. بوصلة. كملي كملي. تليفون. ما تدوريش. ثلاثة جوج واحد ينتهي العدد. تصفوا عليهم الله يخليكم. أشعر بلايستم. أشعر بلايستم. تليفون. واش هذا تليفون؟ عرفتي أنا باش نوصل لها الميساج عرفتي اش غندير لها؟ قنبولة. اوكي دابا غادي نشوفوا النتائج شنو هما غادي يظهروا امامي انا على الشاشه بالنسبه لعائله قبلي ولا مستعد. التحدي الثاني عائله مستعد كيحصلوا على ثلاثه ديال النقاط. عائله قبلي خمسه ديال النقاط. ودابا غادي ندوزو السباق 120 ثانية طبيعة الحال مسابقة أسئلة وأجوبة جديدة. أبقوا معنا. دابا غادي ندوزو السباق 120 ثانية مسابقة ثقافية أسئلة وأجوبة طبيعة الحال كل جواب صحيح بنقطة. غادي يظهروا أمامكم على الشاشة ستة ديال المواضيع اللي غادي يختار اللي عنده الحق في الاختيار هو العائلة اللي فازت في التحدي السابق. يعني عائله اللي تفضلوا لكم الاختيار في الموضوع اللي رياضه. رياضه عارف رياضه غادي تختار بطبيعه الحال. دابا غادي تنساو دوك لي بوزور ما ديواش فيهم. عندكم كل عائله عندها جوج ديال الدقائق نطرح فيها الاسئله. خصكم تعطوني اكثر عدد ديال الاجوبه صحيحه صافي. الا ما عرفتيش تزيرتي في شي سؤال ما عرفتيش الجواب قول جو باس كو باس ما كاين مشكل. شحال ما بغيت من مره. شحال من مره ما بغيتي ما كاين حتى مشكل. اختاريتي رياضه نتمناو لك التوفيق. بالنسبه لعائله قبلي ثلاثه جوج واحد طوب. بين اي فريقين جمعت المباراه النهائيه في مونديال 2014 لا فينال تلعبات ما بين اشبه الفراقين؟ المانيا و سكتي. المانيا و والارجنتين. صحيح. ما هي جنسيه اللاعب ميروسلاف كلوز؟ المانيا. صحيح. شحال هو رقم اللاعب البرازيلي نيمار في منتخب بلاده؟ 10. امر امر. عشرة. عشرة. شنو اسم مدرب منتخب هولندا لكرة القدم؟ عمر. لا اسمي لا دبنا مش طرش. عمر عمر عمر. لويس فان غال. شنو هي جنسية المهاجم جابرييل باتيستوتا؟ أرجنتين. صحيح. شحال من مرة فاز نادال بدوري رولان غاروس؟ عمر. ثمانية ديال المرات. كم مرة فاز المنتخب الجزائري بكأس إفريقيا؟ مرة واحدة. صحيح. من الملقب بهداف القرن العشرين؟ في العالم في القرن العشرين. القرن العشرين بيلي. غلط. مولير. فين نظم أول مرة كأس إفريقيا للأمم؟ في مصر. السودان. لعبة كرة القدم كتمارسها 29 مليون سيدة عبر العالم أو 250 مليون سيدة؟ 250. غلط. 29 مليون. كأس السوبر الأوروبية كانت كتجمع بين بطل دوري أبطال أوروبا و فايز ب